يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ولا خير. مرحبا بكم معايا اليوم. ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوه اللي بسيطه ومكونات اللي موجوده في كل بيت وتتخرج كميه معقوله. تنتمنى هذه الحلوه هذه تعجبكم. اللي يعجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لي لايك وبارتاج، بارتاجيو القناه ديالي مع الاحباب ديالكم والاهل ديالكم. شكرا لكم، وغادي نبداو ان شاء الله في الوصفه ديالنا. المقادير ديال هاد الحلوة مقادير بساط. عندي كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، 3 ديال البيضات، واحد ساشي ديال فاني، واحد الخمارة ديال 8 غرام، عندي الدقيق حسب الخليط، واحد القبسة ديال الملحة. بالنسبة للتزيين عندي هنايا الشوكولات الأسود وعندي السكر الثقيل. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. غادي نبداو على بركة الله. بسم الله، غنجيب شي قصرية فين ندير الخليط، كبيسة ديال الملحة، غندير البيض، 3 ديال البيضات، وغندير السكر كاس، غنضيف دابا الزيت، بالنسبه اللي بغيتو توجدوا الحلوه ديال العيد يعني ديروا كل شكل، ديروا منه شويه تقريبا نصف المقادير وتشكلوا واحد البلاطو اللي تحطوه للاحباب ديالكم من يجيو عندكم، ولا بالنسبه بغيتو ديروا صله الرحيم ديو معكم شي بلاطو ديال الحلوه تقادو عندكم في الدار. غادي نضيف هاد الساشي ديال فاني، دابا غادي نضيف الدقيق، نضيف الخمارة 8 غرام. المهم الدقيق اللي غادي يجمع لكم العجينة. المهم العجينة عرفتوا ديال الحلوة ما تجيش قاصحة، تجي رخفاش مرخوفة شوية. من بعد ما جمعت العجينة غادي ندير على شكل غريبة هاد الشكل هذا، هاد القد، وغادي ناخد شي حاجة بحال هكا باش غادي نتقبها في الوسط. المهم اي حاجة عندكم، شي حاجة اللي غتكون دائرية ديروا واحد الثقب لداخل بحال هكا. هانتوما، وغنستمر هكا تنكمل هاد العجين اللي عندي. البنات انا درت هاد الجزء هذا، درتو هكا وبان لي العجينه يعني هاد المقادير يعني غيخرجوا كميه معقوله. قلت لي ما لا ندير واحد النص غادي نديرو باللون اسود، زدت لهداك الشيء اللي بقى ليا في العجينه، زدت له الكاكاو. انا في الاول كنت غادي ندير كل شيء يعني في شكل واحد، ولكن قلت لك ما لا غادي ننوع بما انه العجينه باقا كثيره. غادي نزيد هاد الكاكاو ونجمع العجينه ونوريكم، وغنديرها بنفس الشكل يعني باش تجي جوج اسود ونشكل بها. جمع هاد العجينه، دابا غادي ندخل الحلوه للفران ومن بعد غادي نتلاقاو باش غادي نزينوها. بالنسبه لهاد القياس ديال المقادير راه خرجوا ليا 52 حبه، راه عندي لاطه اخرى درت فيها يعني بالشوكولات، ونخليكم دابا ونتلاقاو في التزيين. شوفوا هنا البنات مني دخلتها للفران هادوك التقيبات ما بقاوش باينين، عاودوا بداو
بحال تزيدوا تديروا التقيبات بحال هكا. ها انتوما شفتوا، يلا دخلتها غير الفران غير دابا، ما كاملاش 5 دقائق. ها انتوما حيت اللي خليتوها ما درتوش هذوك التقابي كلهم، ما غاديش يبقاو باينين. البنات بعد ما طابت الحلوه، هذه غير اللطه الاولى، اللطه الثانيه باقا في الفران. رشيتها بالسكر كلاصي بهذا الشكل هذا، تديرو في الصفايه وتترشوا. دابا غادي ناخذ الشوكولاته الاسود والشوكولاته الابيض. الابيض ما كنتش وريته لكم لانه في الاول كنت غادي ندير كل شيء في شكل واحد يعني بحال هذا، ومني قلت العجينه كثيره قسمتها يعني درت شكل اخر، درتو هكا. هذا غنديرو بالشوكولات ابيض هنا الوسط، وهذه غندير ليها الشوكولات اسود. دابا غادي نذوب الشوكولات كل واحد على حده، غندوبهم في باماغي وعاد نكملو التزيين ديال الحلوه ديالنا. وكي قلت لكم شفتوني في الفران يعني عاودت تقبت هاد التقبات، يعني لانه ملي تتبدا تطيب تطلع يعني ما تيبقاش باين، ضروري تعاودوا ثاني تعلموا هذوك التقابي. هنا ذوبت الشوكولاط في باماغي، هاد الشوكولاط اسود غادي نزين به هادو. درتو غير في ديرو في لابوش ولا ديرو، انا درتها بلاستيكه وتقبتها. غادي نكمل هكا. بالنسبه لهادو اللي فيهم الشوكولاط غندير لهم الشوكولاط بيض. الشكل النهائي ديال الحلوه بعد ما زينتها ها انتوما كي تشوفوا، تقريبا راه خرجت ليا جوج ديال البلاطوات من هادو ها انتوما. المهم قلت لكم النص زينته بالشوكولاط اسود، ودوك اللي بالاسود زينتهم بالشوكولاط ابيض. تنتمنى اللي يعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وبالبارطاج، بارطاجيو القناه ديالي مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم فضلا وليس امرا. شكرا لكم والى فيديو قادم ان شاء الله. يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى.